فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كلهم أي ما تخلف ولا واحد. أجمعون. قال المعين وصاحبي لهم. أي دفعة واحدة كلهم سجدوا فورا. لا تخلف إنسان وكلهم سوا سجدوا. كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا آدم هذا مشرف على غيره. هذا خلقته بيدي وكرمته. فليس هو كبقية الحيوانات. لا. ليس جسمه كجسم الحيوانات. الحيوانات ما خلقها بيديه جل وعلا. وهكذا ولا البهائم ولا النباتات ولا الجمادات ولا الذهب ولا الفضة اللي انت رايت تقول وراهم. لكن خلق جسمك وانت من آدم طبعا. خلق آدم بيديه. ما منع قال ما منعك الا ما ابليس ما منعك انت ما خلقت بيديه. اي خصوصية لآدم مكرما لجسم آدم. ومن هنا تفهم أن جسم الإنسان لا يتساوى مع جسم الحيوان. أما تقول إيه هذا حيوان هذا حقل. لا هذا فرق كبير. هذا جسم الآدمي مسوى ومخلوق بيدي الحق جل وعلا. ذاك الحيوان لا